أول تعليق للمنتخب مصر على أزمة عارضة الأزياء ولاعبي المنتخب. أهلا بكم في جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار كل فيديو جديد. تحدث إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن الأزمة التي أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب دخول مجموعة من لاعبي المنتخب أبرزهم وردة في دردشة مع فتاة مصرية تدعم ريهان على موقع انستجرام بعد نشرها عدد من صورها. علق لهيطة على الأمر في لقاء مع قناة تايم سبورتس وكشف ما حدث في اجتماع المدير الفني لمنتخب مصر مع اللاعبين، وقال ليست شائعات هي نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثنا مع اللاعبين وطلب أجيري المدير الفني للمنتخب المصري منهم التركيز. أضاف مؤكدا أن الموضوع ليس بحجم ما أثير، موضحا أن أجيري تحدث مع كل اللاعبين ولم يخص أحدا في حديثه، وطلبهم بالتركيز أكثر في البطولة التي تقام على أرض مصر. كانت عارضة الأزياء ميريهان كيلر أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشف عن 4 لاعبين من المنتخب أرسلوا لها رسائل في نفس التوقيت، وأن أحدهم طلب منها أن يقابلها وأكد لها أنه لا يمكن تجاهله وأنه سيحصل على رقم هاتفها الشخصي. وبشكل مفاجئ عمرو وردة يغلق حسابه على انستجرام. في تصرف مفاجئ وتوقيت غريب أقدم عمرو مدحت وردة لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف في نادي إتروميتوس اليوناني على غلق حسابه الشخصي على انستجرام، تزامن غلق الحساب مع تردد أقاويل حول دخول مجموعة من لاعبي المنتخب أبرزهم وردة في دردشة مع فتاة مصرية تدعه ميريهان، اتهمت عددا من لاعبي المنتخب بالدخول معها في دردشة على موقع انستجرام بعد نشرها عدد من صورها. وكشفت ميريهان التي تعيش في دبي وتعمل في مجال الموضة والأزياء أن 4 لاعبين من المنتخب أرسلوا لها رسائل في نفس التوقيت، وأن أحدهم طلب منها أن يقابلها وأكد لها أنه لا يمكن تجاهله وأنه سيحصل على رقم هاتفها الشخصي. ورغم أنها ذكرت أن اللاعبين الذين رسلوها 4 عادت وتراجعت وقالت إنهم 3 فقط، موضحة أن أيمن أشرف لم يرسل لها أي رسائل وشاهد الأستوري فقط، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من لاعبي المنتخب الذين وردت أسماءهم في القصة، فيما اتهم البعض الفتاة بافتعال أزمة غير حقيقية بغرض الشهرة. وعلق حساب منسوب لمرنا أبو النجا زوجة أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر على واقعة اتهام عارضة أزياء مصرية ال4 لاعبين في المنتخب بينهم مدافع الأهلي. قالت زوجة لاعب الأهلي يا ريت ما نمسكش البعض على كل زلة، احنا ما حدش يعرف عننا حاجة عشان بستر ربنا لا أكتر ولا أقل، عشان بس الزيطة اللي معمولة على لعيبة المنتخب والكل حد بيمنشني، يا ريت ما نمسكش البعض على كل زلة، احنا ما حدش يعرف عننا حاجة عشان بس ستر ربنا لا أكتر ولا أقل، كل واحد عارف هو بيعمل ايه. مش مصدقة ان مفيش شباب بتكلم بنات على فيسبوك او انستجرام عشان يتعرفوا عليهم، هتكلم عن الجزء اللي يخصني وهو جوزي ايمن اشرف، فيه بنت عايزة تتشهر على قفاهم، نزلت ستوري ان 2 من لاعبة المنتخب بعتلها ريبلاي على ستوري هي نزلته، وده امر ما يخصش اي حد في الدنيا، كل واحد حر، ومش معنى انه لاعب منتخب مصر تقيموا عليه الحد، اللي يخصكم انهم يلعبوا كويس ويجيبوا بطولة لا اكتر ولا اقل. الحكاية بدأت عندما نشرت ميريهان التي وفق حسابها على انستجرام تعيش في دبي وعضوة في ايقونة ماليزيا دبي سوري لها عبر الموقع، قالت خلاله استنوا عليا شوية النهاردة بس ابدا وانزل لكم حاجة هتسلكوا جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا، بس ده الواقع اللي لازم نفهمه. بعد ذلك رصدت عارضة الأزياء المصرية تفاصيل وقائع التحرش المزعوم من قبل اللاعب عمرو وردة المحترف في صفوف أتروميتوس اليوناني وثلاثة آخرين من لاعبي المنتخب هم أحمد حسن كوكا، محمود حمدي الونش، وأيمن أشرف. تشير ميريهان إلى أنها نشرت ستوري لها على انستجرام لقفازات ملاكمة، بعدها وردت إليها رسائل كثيرة من بينها رسائل للاعبين في منتخبنا الوطني، حيث تقول فجأة وراها على طول الرسائل بدأت، وأضافت
اولا انا دايما برد على رسائلي خصوصا لو مصريين عشان محدش يقول واخده في نفسها الم، بس ان المنتخب الوطني كله يظهر عندي في نفس الوقت دي غريبه جدا واكيد كش صدفه. لكن المشكله بدات بحسب ما تقول مريهان عندما ارسل لها احد اللاعبين الاربعه رساله يخبرها فيها انه قادر على الحصول على رقمها قائلا: هعرف اجيب رقمك وانتي ما تعرفيش انا مين وانا محدش يطنشني. ويبدو ان صاحب رساله انا محدش يطنشني هو اللاعب عمرو ورده، حيث قالت مريهان فيما بعد: الاستاذ اللي بيقول لي انتي مش عارفه انا مين، لا معرفش، بس عرفت بقى لما سالت وعرفت ان ليك سوابق في المواضيع دي والكل عارفها. ويشار الى ان ورده هو اللاعب الوحيد بين الاربعه الذي واجه اتهامات بالتحرش من قبل. وطلبت عارضة الأزياء المصرية من اللاعبين الأربعة التركيز في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، حيث قالت: يا ريت الأساتذة يركزوا على البطولة اللي الراجل الغلبان عندنا في مصر بيستلف تمن الشاي عشان ينزل يتفرج عليكو، ده ما يجلوش جلطة. ووجهت مريهان نصيحة لمتابعيها بعدم إبداء إعجاب بصور لاعبي المنتخب، لأنه حسبما تقول واضح إن اللعيبة سايبين البطولة وقاعدين على الإنستجرام يتفرجوا. وأظهرت رسائل عارضة الأزياء المصرية رسائل من جانب اللاعب عمرو وردة الذي علق على ستوري قائلا: بوكسينج ها ها ها، ثم طلب منها الذهاب معها إلى اليونان. فيما علق اللاعب محمود حمدي الونش على ستوري الخاص بها برسالة تحمل علامة الإعجاب يصحبها علامة قلب على الشات بينهما،